أجيب المشاهدين الكرام بأنه يحاول أن يغلط نفسه ويغلط الليبيين ويغلط الجمهور العربي الذي يعرف الجزائر كثيرا. أجيبه أولا حينما قال أن الجزائر دخلت في حرب 63 مع المغرب بأن الجزائر لم تدخل في حرب مع المغرب، بل يريد استغلال الجزائر لتحطيمها وهي خارجة من استقلالها بسنة واحدة. هذه خيانة عربية عظمى. نعم. يدركها جيدا. باختصار حتى لا نخرج عن الموضوع، أجيبه بأن الجزائر دعمت الصحراء الغربية وهذا مبدأ لا رجعة فيه للجزائر، بأنها تدعم كل كل قضية ثورية شرعية عادلة سواء كانت جارة أم في أقصى شرق المعمورة. نعم. وهذا مبدأ لا رجعة فيه. أجيبه على حينما قال أن الجزائر أغلقت حدودها، صحيح، لكن مثل ما تفضلتم به، لماذا أغلقت حدودها؟ فليراجع نفسه وليذهب ليدرس ثم ليأتي هنا ليتهجم على الجزائر. النقطة الرابعة حينما قال أن الجزائر تتاجر بالشعب الصحراوي، حاشا لله أن تتاجر الجزائر بقضيتين دون سنواهما في قضايا كل القضايا العالمية، قضية بخرو. فلسطين. نعم. وهو يدركها، وقضية الشعب الصحراوي الأبي الذي ما زالت تؤيده حسب الشرعية الدولية. أجيبه فقط على هذا. نعم. ثم ركز لأنني منحته أكثر وقت مني. نعم. فلي